هوار اخيرا. والله الحمد لله. اول شيء احنا وعدناكم قبل المباراه، يمكن وعدنا كل القنوات العربيه، قلنا ان احنا مستعدين لمباراه امام استراليا، والحمد لله شكر. شفت اللاعبين ما قصروا من اول دقيقه الى اخر دقيقه، وفرحنا هذا الجمهور يعني في هيك ظروف شعبنا، والحمد لله شكر يعني توفيق من رب العالمين. هل اليوم خط الوسط العراقي كانت الكلمه في المباراه؟ نعم نعم، كل اللاعبين من دفاع الى هجوم كلهم ايد واحده، كنا كل الهموم بالنسبه للمشاكل، ما كان عندنا اي مشكله بالمنتخب، والحمد لله شكر ثبتنا نفسنا للعالم وللعرب. مركز مباشر حكز، والحمد لله اخذنا الصفقات في المباراه. طلع ثاني منه. تعال يونس، تعال هوار، اذا يعني هذه الفرحه. هوار شو تقول حق الجماهير العراقيه هذه؟ والله شو اقول لهم، الحمد لله شكر يعني فرحناهم في يمكن جاينا من كل احنا العالم، والحمد لله شكر رفعنا رؤوسهم ورفعنا علمنا هنا في تايلاند، والحمد لله شكر عندنا مباراه اخرى سنقدم احسن في هاي البطوله ان شاء الله. شكرا لك يا الغالي، شكرا لك يا هوار.